السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شهيوات راديا، نتمنى تكونوا على خير وبخير يا رب. بالنسبة للوصفة ديال اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا في الصور غادي يكون مربى ديال البرتقال. البرتقال اللي هذه هي الفترة اللي كيتواجد فيها بكثرة، نستغلوا الفرصة ونصيبوه في ديورنا لوليداتنا، كيجي زوين بزاف ولذيذ. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم، تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. غادي نحتاج هنا في المقادير كيلو ديال البرتقال، انا هنا استعملت البرتقال من الحجم الكبير، وكذلك المندارين تقدروا تستعملوا غير حاجة واحدة. هنا عندي كيلو حتى نقيته من القشرة ديالو، عاد عبرته وخديت منه كيلو. ثم الا ما عندكمش الميزان غادي تاخذوه عبار، يعني من عند اللي كيبيعوا تاخذوا كيلو و100 غرام او كيلو و250 غرام، حرام اللي تحيدوا له القشره يبقى لكم كيلو مقاد. هنا كنحاولوا نحيدوا هذاك البذور ديالو، العظومه، داك القشره البيضاء، خصنا ننقيوه مزيان ما يبقاوش فيه نهائيا هذوك القشيرات البيضين او العظومه. هنا من بعد ما نقيت هذاك البرتقال الكبير وكذلك المندارين، غادي نحطو في هذا الاناء وغادي نزيد عليه هنا نصف كيلو ديال السكر سنيدة، هنا إلا كان عندكم البرتقال حامض يعني في نسبة الحموضة كتيرة فتقدروا تزيدوا واحد 50 غرام ولا 100 غرام كاع ديال السكر، يعني ديروا 550 غرام او 600 غرام. غادي نخلط دابا هاد السكر مع هاد البرتقال حتى غادي يطلق ليا الماء. كاين اللي كيدير عصير ديال الحامض، انا كنفضل نخليه هكا، تقدروا الا بغيتوا ديروا نص عصير ديال حامضه، لكن الحامض ماشي ضروري، انا دائما كنديرو هكا بلا حامض. وهنا الا كان عندكم الوقت غادي تغطيوه وتخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه، انا دابا غادي نخليه يبات ليله كامله كيف كتشوفوا كنصور بالليل. ولا ما كانش عندكم الوقت خليوه غير واحد نص ساعه او ساعه وعاد ديروه يطيب. لكن هو من الاحسن تخليوه يبات ليله باش كيذوب هذاك السكر تماما، كيرجع معسل هاد البرتقال. انا هنا صافي غادي نغطيه وغادي ندخلو للتلاجة حتى الصباح ان شاء الله، عاد باش غادي نطيبو. هنا من بعد ما خليت هاد البرتقال مع السكر ليلة كاملة هانتوما كيرجع لهذا الشكل، هذاك السكر كيذوب تماما كيرجع الليمون معسل. صافي دابا غادي نديرو في واحد الطنجره ونحطو يطيب. في المرحله الاولى كنجهدو البوطه، كنديرو نار قويه حتى كيغلى، من بعد ما كيغلى الخليط وكيدير الكشكوشه داك الساعات كنقصوا العافيه، كنديروا نار مهيله بزاف يعني غادي تنقصوا النار لاقصى حد وكنخليوه يطيب، يقدر ياخذ لكم من ساعه ساعه ونص حتى ساعتين. مهم انتم غادي تحكموا في المربى ديالكم كيفاش خاصو يكون، الا بغيتوه يكون ثقيل غادي تخليوه يزيد يطيب، الا بغيتوه يجيكم خفيف فما غاديش تخليوه يطيب بزاف يعني غير.
هنا كيف كتشوفوا من بعد ما بدا كيغلي صافي، دابا غادي نقص البوطه، غادي نديرها قليله بزاف ونخليه يطيب على خاطره. هنا من بعد ما طاب البرتقال وتعسل هو وداك السكر كيف كتشوفوا، ما كنخليوش حتى ينشف كاع من الماء، كنخليوه شويه خفيف لكن ما يكونش عاوتاني خفيف بزاف كيف كتشوفوا، خاص يكون بهذا القوام. صافي غادي ندوزو دابا في الطحانه ديال المطيشه وغادي يصبح عندنا جاهز. من بعد ما تطحن كيرجع ليه هذا الشكل. صافي دابا انا مبقى ليا غير نحتفظ به في واحد القنينه ديال الزاج، راه كيبقى مده طويله، تخليوه غير على برا او ديروه في الثلاجه اللي بغيتو. كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. الكميه اللي عطيتكم خرجت لي هذا الشيء اللي كتشوفوا اللي عندي في القرعه ديال الزاج، وكذلك اللي محطوط عندي هنا في الطبسيل. نتمنى تجربوه وتنجح معكم الوصفه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وكذلك تخليوا لي تعليق ديالكم الرائعه. شكرا على المشاهده والى وصفه مقبله باذن الله. السلام عليكم.